بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين. ونحن مع فيديو بمراحل رسم لوحة بألوان الفلوماستر، وانظر إلى تلك التركيبات لتلك المراحل من تلك اللوحة بالرسم بألوان الفلوماستر، ويغلب على اللوحة درجات البنفسجي والبنفسجي المحمر والبنفسجي المزرق ودرجات الأصفر والبرتقالي ودرجات اللبني أو الأزرق في السماء. هذه اللوحة رسمتها قبل زيارتي لأسوان والأقصر.